زمان ما كانش فيه كتب، فكنا نجيب الكتب ازاي؟ نروح اليونسكو نشتري كوبونات. مساء الخير، احب ارحب بكل الموجودين معانا النهارده، ويكون ليا الشرف ان يكون بقدم استاذي استاذ القلب اللي فضلوا عليا وعلى كتير من دكاترة القلب، خصوصا ان هو علمنا وعلمني انا بالذات وتبناني من وانا نايب في اسم القلب، استاذ دكتور جلال السعيد. ازيك؟ اهلا اهلا بحياتك دكتور. كتير من الشباب بيسالوا على مسيره حضرتك العلميه، عايزين نعرف. يعني انا دخلت كليه الطب لان كان لي رغبه ادخل كليه الطب، وتخصصت في القلب لان انا لقيت ان ده فرع يعني مهم جدا، وتعلمت في مصر بواسطه اساتذه عظماء، الدكتور محمد ابراهيم وعلي شرور وعباس الشريف، وخدت دكتوراه، وبعدين صممت اسافر امريكا ورحت هيوستن اشتغلت قلب اطفال وقلب كبار، واشتغلت مع عتاوله يعني ماكنامارا ومولنز ودنتون كولي. وبعدين يعني انا طبعا اتعرض عليا وظائف كتيره جدا هناك، فانا رفضت ورجعت بلدي، والحمد لله ان انا رجعت عشان اخدم بلدي، والحمد لله ده من حظنا ومن حظ دكتور جلال. ايه الانجازات اللي حضرتك في حياتك العلميه لحضرتك؟ والله انا في حياتي انجازات كتيره، بس يعني انا هقول يعني بعض منهم اهميه. اهم انجاز ان انا قدرت اكون جيل من الاطباء يعرفوا يعني ايه القلب الحديث، التشخيص والعلاج والقسطرة والجراحة. ده يمكن انا اكتر حاجة بعتز عليها. انا لما بساعد واحد ولاقيه كبر ببقى سعيد جدا، كأنهم ولادي بالظبط. ده اول انجاز. تاني انجاز ان انا قدرت انقل التكنولوجيا الحديثة، لان ما كانش في مصر لما انا جيت في السبعينات ما كانش في حاجة خالص. قدرت اعمل مركز موجات صوتية، ونقلت الموجات الصوتية اللي ما كانتش موجودة في مصر في كل فروع الطب من منحة من امريكا. وتالت انجاز ان انا ساعدت في ادخال القسطرة الحديثة والعلاج بالقسطرة وعمل رعاية مركزة. فيعني في انجازات كتيرة، بس ده بعض يعني منها اكيد اكيد، وغير المقالات الابحاث اللي انا عملتها والكتب اللي انا ألفتها. يعني انا ألفت كتاب عن امراض القلب وانا مدرس، ولما خدته معايا امريكا بقوا مستعجبين. هاي ايه هوايات حضرتك خارج الشغل بعد؟ والله يعني انا هواياتي خارج الشغل قليله، لان انا ركزت كل حياتي في الشغل، فهواياتي قليله، لان انا بتمشى اتفسح، ممكن اروح رحله، انما للاسف ما ليش هواية بتستغرقني، ولان انا ركزت كل حياتي في ان انا اتعلم وان انا اعلم الناس، وهو ده هوايتي ان انا اعلم الناس. انا ببقى سعيد جدا اما اعلم واحد ولاقيه كبر وبقى كويس. ده هواية برضو، مش ضروري هواية ان انا العب كورة يعني أكيد. وابقى محمد صلاح يعني اكيد. طيب بالنسبة لجمعية القلب، حياتك شايف ايه المستقبل او ازاي تطور من نفسها في الفترة اللي جاية؟ جمعية القلب دي للتاريخ اللي يمكن ناس ما يعرفوش كتيرة جدا، احنا اسسناها في بيت الدكتور محمد ابراهيم. الجمعية دي كان الدكتور محمد ابراهيم الله يرحمه كان يعزمنا في بيته في المانيال على غدا، وكل سنة كانت ده الجمعية. وبعدين قالوا ما نعمل جمعية، والمؤسسين للجمعية كان محمد إبراهيم وعبد العزيز الشريف وعلي سرور، وأنا من المؤسسين في زمان، لأنه وبعدين أنا دخلت الجمعية فترات كتيرة، وبقيت دخلت عضو فيها وكنت بنائب رئيس الجمعية. وبعدين يعني لقيت إن الجيل الجديد يعني ممكن يخدم اكتر وممكن يفيد اكتر، خاصة ان التكنولوجيا بتتغير وكده. اكيد. وهي الجمعية دي اللي هي كانت في عزومة في بيت محمد ابراهيم بقت اكبر جمعية. فده برضو يعني انت قلت انجازات، هو ده احد انجازاتي. اكيد.
تأسيس الجمعية دي. أكيد. هو طبعا مش فكرتي، كانت فكرة محمد إبراهيم، إنما يعني أنا شاركت في تأسيسها في الوزارة، في وزارة الشؤون الاجتماعية. تمام. بالنسبة للقلب، طب القلب عامة، حياتك شايف المستقبل إيه وإيه التطورات اللي هتحصل فيه؟ والله يعني أنا أنا دايما أقول أنا محظوظ. ليه بقى؟ أنا دخلت اسم القلب ما كانش فيه غير جهاز رسم القلب، وكان 3 شانل، وكنا بنحمض الأفلام، وكان سماعة داون برازر اللي هي الكون القديمة دي، وفيلم الأشعة، وحضرت بقى طلوع الرعايات المركزة والأسطرة والألترا ساوند والجراحة والإنترفنشن، ولازال كل يوم في حاجة جديدة. وده دايما أنا أقول إيه، الواحد يعني أنا تعلمت إن أنا أمشي مع التطور. لما جي مثلا الأساطر دخلت في الأساطر، الألترا ساوند، لما جي الانترفنشن، فهو يعني أهم حاجة إن الواحد يمشي مع التطور، وإلا التطور يأكله. مظبوط. وهو الطبيعي إن الصغير يبقى أحسن من الكبير، لأنه هو يعني مر يعني عنده نشاط أكتر، وعنده التكنولوجيا الجديدة ساعته وكده. فهو المستقبل بتاع الأمراض القلب جميل جدا، بس هو طبعا لازم تركز على الوقاية، لأن للأسف في مصر مفيش وقاية فعالة، مفيش. أنا كل الناس بتدخن. مظبوط مظبوط. طيب بالنسبة للدكاترة شباب الأطباء وزاد دكاترة القلب، حضرتك تنصحهم بإيه؟ هو أنا أقول مثل بالإنجليزي، أنا دايما أقول success is persistence و availability is persistence، يعني النجاح هو المصابرة. أنت لو ذكائك مش مهم، تبقى عبقري، أنت المهم يكون عندك مصابرة. هي المصابرة بتؤدي إلى النجاح، وإنك الحاجة تتوفر. يعني أنا لما جيت اسم القلب وما كانش فيه حاجة، بالمصابرة قدرت أدخل الألترا ساوند وأعمل اسم جديد وأعمل رعاية وأجيب 3 أوض أساطر. المصابرة المصابرة والاهتمام. ما بقتش موجودة المصابرة دلوقتي في لا موجودة برضو، بس هما الصغيرين ما عندهمش الاتصالات ولا الجرأة. أنا كنت يعني أكلم رئيس الوزراء وأقول له أنا عاوز كذا، هما ما عندهمش الجرأة. أنا لأن برضو ظروفي كانت أحسن، كان لسه جايين بتكنولوجيا جديدة، وكنا معروفين، وأنا كنت بعالج رؤساء الوزراء 2، فكان بيسهلوا لي الأمور. جالنا حد بيسأل إيه أكتر تحديات قابلت حضرتك في حياتك العملية، وحياتك إزاي تصرفت في التحديات؟ هو حياتي كلها كانت تحديات. يعني مثلا زمان ما كانش في كتب، فكنا نجيب الكتب إزاي؟ نروح اليونسكو ونشتري كوبونات بالدولار، الدولار كان ب39 قرش. وكنت ببعت الكوبونات دي مكتبة في انجلترا اسمها اتش كي لوز، كانت فتحتها لي حساب، فكنت اقول لهم كله بالبوسطة، ما كانش في ايميل ولا تليفونات ولا حاجة، وكانوا بيبعتوا لي الكتب. ادي اول تحدي. تاني تحدي، ما كانش في مجلات طبية، ما كانش في غير مكتبة البحرية الامريكية النمرو، فكنا نروح النمرو دي نشوف المجلات الجديدة بتاعت القلب، وبعدين عشان نعمل رسالة كنا نقعد ننقل، ما كانش فيه تصوير الزيروكس والحاجات دي. فدي تحديات. بعد كده التحديات ان ما كانش فيه أجهزة، فقعدنا نقاوم لما جبنا الأجهزة. والأجهزة دي مش حكاية انك تجيب جهاز، الجهاز ده عاوز مستلزمات وعاوز صيانة وعاوز تكنيشن. التحدي الكبير كان مفيش وجود فنيين. وانا دايما اقول الحضارة بيعملها التكنيشنز مش البروفيشنالز. يعني انت ما تروح مصنع فيه 50 مهندس هتلاقي فيه 50,000 تكنيشن. فكان مشكلة التحديات، جراحة القلب دي كان تحديات جامدة جدا، ما كانش في حد بيشغل البومب. فانا قلت للدكتور صلاح الملاح الله يرحمه، ده في هيوستن عاملين مدرسة للبومب تكنيشنز،
وفعلا انا مني كنت اتعلمت في هيوستن، اتصلت بيهم وجبت منحة لواحد كان اسمه الدكتور فؤاد على ما افتكر، وراح اتعلم وجيت اعلم البامب. تاني تحدي اما عملت مركز الالترا ساوند ده، يعني ما كانش فيه حد هيعرف الترا ساوند، فصفرت ناس بره وعملت 4 مؤتمرات في ظروف قاسية جدا، كانت الكهرباء تتقطع وكان المواصلات صعبة جدا واللوكندات مفيش، وانا كنت بجيب خبرة. يعني مثلا مرة كنت عامل مؤتمر واحنا عاملينه كنت بعمله في القصر، يعني وفي كان عندي 20 واحد امريكاني وحاجز لهم لوكندا كان زمان الهيلتون، وبعدين فجأة قالوا ده في القمة العربية لازم تمشوا، فقعدت الف على اللوكندات، فقعدت وقعد 2 في اوضه، فكان في كل حياتي تحديات. واحنا في المؤتمر الكهرباء اتقطعت، كان الزمان بتتقطع الكهرباء، يعني الوقت الحمد لله خلصت من المشكله. فطبعا انا كان ليا اتصلت بوزير الكهرباء الدكتور ماهر اباظه وصلح الكهرباء، بس بعد ساعتين بنفسه. فكلها تحديات طبعا. انك تجيب يعني مستلزمات دي صعبه جدا، بس انا اتصالي بالشركات وبره وبالتكنولوجيا، فحياتي كلها كانت تحديات. وبعدين الحمد لله يعني بالنسبه ان انا علمت الناس دي ما كانش فيها تحديات، لان الناس عاوزه تتعلم، بس مين اللي يعلمها وعاوزه فرصه. فكانوا وكلهم الحمد لله يعني حاملين الجميل، ويعني ده انا بعتبره الكريدت بتاع حياتي. سؤال تاني برضو الناس كلها يهمها تعرف، حضرتك طورت من اسم القلب ازاي؟ ده سؤال مهم جدا. انا يعني رحت امريكا قعدت 4 سنين وجيت، اسم القلب ده ما كانش فيه غير جهاز رسم قلب عطلان، وكان لنا 10 أفلام أشعة والسماعة الداون برازر. فأنا عملت خطة ذو محاور. أول محور إن أنا يعني أشيع الحب، زي ما الحديث بيقول لك افشوا السلام، فأنا أفشيت الحب، خليت الناس تحب بعض وأنا بحبهم فيحبوني، وعمري ما ضايق واحد فمحدش بيكرهني. أدي أول خطوة. تاني خطوة إن أنا أعلم الناس، علمت الناس باللي موجود، وقدرت أسفر مش أقل من 20 واحد ومن غير فلوس من الحكومة المصرية، باتصالاتي، منح من أمريكا ومنح من أصحابي، فقدرت أسفر كل ده إديوكيشن. والمنحة اللي أنا خدتها ال4 سنين بتاع الألترا ساوند كان فيها جزء للسفر، فكنت مشترك مع جامعة في أمريكا اسمها بومان جري، كنت ببعت لهم الدكاترة دورات، فيبقى عملت أفشيت السلام ولا أفشيت الحب، وبعدين علمت، وبعدين جبت الأجهزة، وبعدين التشغيل. فيعني عملت 4 محاور ودعيت ناس عتاولة من بره، عملت مؤتمرات، جبت بتوع هيوستن تكساس هارت انستيتيوت عملت مؤتمر، وجبت بتوع كليفلاند وعملت مؤتمر، وعملت مؤتمر جامعي. فهو ده الزمانة، يعني دايما المثل ده بحبه جدا، persistence is success. مش انا ما بقولش ان انا نبيه ولا شاطر، بس الحمد لله انا عندي مصابرة وما بزهاش. وهو ده اللي عاوز اقوله للشباب، المصابرة وما تستعجلوش على الشغل. انا دايما لما كنت الاقي مدرس عندنا في القسم بيجري علشان يعني الفلوس، اقول له يا ابني اذا انت جريت ورا الدنيا تاكلك، انما اذا الدنيا جرت وراك هتغرقك، فانت ما تجريش ورا الدنيا، خلي الدنيا تجري وراك، انت تعمل وبعدين يجي. وبعدين هو المكسب هو العلم، هو الناس العواطليه اللي في الشارع دول لان ما بتعلموش حاجه فنيه يعني. فهو ويعني الدولة لازم تهتم بالتعليم الفني، زي الممرضات التكنيشن. الولاد اللي بيشتغلوا عندنا في الأسطرة، واحد واخد دبلوم تجارة وعلمته ازاي يشغل الكمبيوتر، واحد واخد لسانس حقوق وعلمته ازاي يعمل كنترول الأسطرة، ده مش شغلانة نعلمه، دي كلها مدارس.
انا لما 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 خدت منحه الالترا ساوند دي هي كانت 4 سنين. فاول مشكله كان الالترا ساوند ده في امريكا بيعملوا التكنيشنز ويقراه الدكتور. مظبوط. فهجيب تكنيشنز منين؟ وانا لو فانا اللي ربنا الهمني جبت دكاتره صغيرين وقلت ما سمتهمش تكنيشن بقى، سمته الكتروكارديوجرافر عشان يعني ما يبقاش زعلان، وهم الوقت كلهم بايونيرز ومبسوطين وشغالين وبيعملوا ريسيرش. فهو دي يعني برضو احد التحديات. يعني تشرفنا بحياتك جدا يا دكتور جلال، احنا اتعلمنا من حياتك وما زلنا بنتعلم كل يوم. فعلا perseverance is key to success. احب اشكر حضراتكم، شكرا جزيلا.